نبدأ الآن نستعرض وإياكم أداء أسواق المال الإماراتية في ختام تعاملات اليوم. سوق أبوظبي أغلق متراجعا ب 13% وأغلق عند مستوى 9250 نقطة. بالنسبة لحجم التداولات في سوق العاصمة كان عند أكثر من 210 ملايين سهم بقيمة وصلت لأكثر من 893 مليون درهم. بالنسبة للأسهم الأكثر تداولا بالحجم كانت هذه القائمة التي تضم الأسهم التي كانت الأكثر تداولا بالحجم. أما بالنسبة للأسهم الأكثر تداولا بالقيمة في سوق أبوظبي فتصدرتها العالمية القابضة وكانت كما هي واضحة في هذا العرض. أما بالنسبة لمؤشر سوق دبي وختام الإغلاق على ارتفاع ب 13% والمؤشر عند 4437 نقطة. أما بالنسبة لحجم التداولات كان عند تقريبا 121 مليون سهم بقيمة تجاوزت 288 مليون درهم. أما بالنسبة للأسهم الأكثر تداولا في سوق دبي كما هي واضحة في العرض يتصدرها الاتحاد العقارية دريك أنسكال وغيرها من الشركات ضمن هذه القائمة. بالنسبة للأسهم الأكثر تداولا بالقيمة في سوق دبي إعمار العقارية تتصدر القائمة والشركات الأخرى كما هي واضحة في هذا العرض.